برصاصات الغدر الصهيوني سقط الشهيد الفلسطيني الطفل محمد الدرة في صورة من أقصى وأبشع صور اللا إنسانية، لكن ذكرى ذلك اليوم أضحت ذكرى يحتفل بها الوطن العربي بيوم الطفل العربي للتعريف للعالم بحقوق الطفل كافة. هذا اليوم أختير بأن يكون يوم الطفل العربي بناء على قرار لجنة الطفولة التي عقدت في جامعة الدول العربية، وأخذت على أن يكون يعني استشهاد محمد الدرة في 1 أكتوبر هو يوم لاحتفال الطفولة. من حق الحماية، من حق النماء والبقاء، التعليم والصحة، حقوق طالب بها الأطفال الذين حضروا للاحتفاء بيوم الطفل العربي كسائر أطفال العالم الذي تكفلها لهم دساتير بلدانهم وتحافظ عليهم من أي خطر قد يواجههم. إحنا جينا هنا لنلعب ونعبر عن حقوقنا بالراحة وبالراحة والأمان. جينا نعبر عن حقوقنا اللعب والحب والعلم والصحة. الأمم المتحدة أرست باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 معايير مشتركة لحقوق الإنسان، ورغم أن هذا الإعلان ليس قانونا دوليا ملزما إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع الأطفال على اختلاف دياناتهم وأجناسهم، بغض النظر إن كان الشخص غنيا أم فقيرا، قويا أم ضعيفا، ذكرا أم أنثى. ويبقى الثابت مدى الالتزام تلك البلدان بتطبيقها ووضع معايير وقوانين صارمة لمن يخل بها. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.